الله يبارك فيكم. الأول مفيش خلط بين جعفر العمدة والفيلم ده، كان لقب ما كانش اسم العمل. العمل ده كان اسمه كتف قانوني، إنما بما إن كتف قانوني دي مفهومة في مصر بس مش مفهومة في بقية الوطن العربي، فاخترنا اسم الملكة لأنه لقب لهالة مش لأنه اسم عمل عملته قبل كده، فبيضيف ما بيقللش. حقيقة ان احنا كلنا اصحاب، وكانت الحياة بينا كلها مسخرة يعني، ما تقلقيش، كنا بنضحك بس. يعني العمل كان دمه خفيف لدرجة ان احنا ما كناش بنعمل حاجة غير اننا بنضحك، بننزل نتبسط ضحك وفرفشة بس. لا، وانا كمان سعيدة بالبطولة النسائية لان دي كانت موجودة زمان. كل الافلام كان بيبقى فيه افلام للابطال الرجالة وافلام للابطال الستات، فضلت فترة مش موجودة، بس رجوع حميد. يعني ليلى علوي عاملة فيلم برضو، مجموعة بنات وشيرين رضا وشلة كده، وهلا صدقي برضو شل. انا مبسوطة جدا. دول جايين يحسدوني. لا، ما اتفقناش على كده. الله اكبر، ولا حول ولا قوه الا بالله. بيقروا عليا بيقروا عليا بيقروا عليا. لا، ودخل فيلم تاني اخر الشهر. انا ملكه من غير في ايه، انا ملكه لوحدي كده. هنشوفك في رمضان ان شاء الله. لا، ما تعرضش حاجه لطيفه، فما مش عايز. انا كمان زعلانه، بحب ابقى موجوده في رمضان، بس للاسف ما تعرضش حاجه لطيفه. فيلم حط ماما بحضره اخر الشهر داخله.